نتشكر من هيئة الحشد على الجهد هذا اللي بذلوه ويانا، نتشكر منهم هواية. يعني ولد الشايب ما قصروا حقيقة، منطقة كانت تعبانة، منطقة لا خدمات لا مجاري لا تبليط، حاليا ما شاء الله مجاري وتبليط وأرصفة، المنطقة حيت. يعني حقيقة كنا بالشتاء نعاني. نشكر الجهد الخدمي للحشد الشعبي، نشكر على هاي المبادرة من تبليط وأرصفة ومجاري وماي. المنطقة كانت تعاني قبل، يعني كانت من تمطر يعني حيل تعاني الأهالي. نسى الحمد لله والشكر المنطقة يعني احتيت بجهد، يعني برجال الحشد، الجهد الهندسي